عندك تكيسات ومقاومة أنسولين، والدكتورة وصفت لك حبوب منع الحمل، قالت آكلهم مدى الحياة. استغفر الله، قولي لها تستغفر الله. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله وأتوب إليه نيابة عنها. قولي لها تستغفر الله، استغفر الله مدى الحياة. ارجعي لدكتورتك قولي لها قالت الدكتورة أروح، استغفري الله مدى الحياة. ليش كذا؟ خليكي على حبوب منع الحمل مدى الحياة. الله المستعان على بعض الطبيبات، مش عارفة هم بيقولوا لكم كذا صدق ولا انتم بتفهموا غلط، ما مش عارفة من الظالم ومن المظلوم. ما في حاجة ما تستمري على حبوب منع الحمل مدى الحياة، انت بس اعملي دايت مدى الحياة. حتى الدايت عاد احنا نعمل كذا يوم مفتوح، الموضوع أسهل مما تتخيلي. وبعدين أقول لك معلومة، لما ندخل عفوا على الحركة الكثير، نسوي كثرة الحركة بس نهاية الدوام خلاص قد احنا كذا نبغى نروح ننام. أساسا وقت ما يحصل عندنا انقطاع في الدم كل الهرمونات تتوقف في أجسامنا، كل التكيسات والمتلازمة التكيسات والبطانة المهاجرة والأورام الليفية كلها تروح كذا تنكمش تضمحل وتنتهي وتختفي من الوجود. فما في حاجة اسمها حبوب منع الحمل مدى الحياة.